السلام عليكم ورحمة الله. شبكة التكوين بترحب بحضرتك لتاني مرة، وعايزين نعرف حضرتك قلت إن أنت هتنزل سلفية العبور، قالت إنها هتنزل التحرير النهاردة وديها نزلت. عايزين نعرف بقى سلفية التحرير هتنزل نزلت ليه النهاردة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا الحمد لله كنا مشاركين في الثورة من أول يوم. أنا عن نفسي نزلت ميدان التحرير يوم 26، صحيح ما كانش فيه حاجة، بس رجعت تاني وبعدين نزلت يوم 28. المقدمة دي عايز أقولها ليه؟ عايز أقول إن اللي كان مشارك في الثورة من أولها حريص على إنها تحقق كل منجزاتها، وكل ما حس بمماطلة وكل ما حس بتلاعب وكل ما حس إن في لعبة بتتلعب على الشعب المصري بيبقى حريص إنه يفضل يضغط 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 عشان تتحقق كل المنجزات. ولذلك إحنا نزلنا الجمعة اللي فاتت والجمعة اللي قبلها، ومصرين إن إحنا نفضل ننزل في الميدان لحد ما تتضح لنا الرؤية اتضاح واضح ما فيهوش أي لبس، إن السلطة هتسلم في ميعاد محدد بدون أي تمويه لسلطة منتخبة من الشعب والانتخاب. طب سلفية اسكندرية ما نزلوش، ونزلوا بيان قالوا ان احنا هننزل فرادة، وما شفناش حد من سلفية اسكندرية خالص. مشايخ اسكندرية يعني ايه لهم ايديولوجيتهم في النظر للاحداث، وانا ما اقدرش انكر عليهم. هم نزلوا في البيان بتاعهم ان هم يرفضوا النزول لعده اسباب. السبب الاولاني رفع شعار مجلس رئاسي مدني، السبب الثاني الحذر من حدوث اي مشادات او اصطدامات بين الشعب وبين الجيش، السبب الثالث ان كثره المظاهرات من شأنها ان هو يأجل العمليه الانتخابيه، ودي في الحقيقه وان كانت اسباب ضعيفه الا انها بتخلينا نعذرهم نلتمس لهم العذر. وبنأكد على اللي احنا ذكرناه قبل كده ان احنا علاقتنا، لكن انت ما نزلتش. ايوه علاقتنا بالمشايخ علاقه فتوى وارشاد وتعليم في الحلال والحرام، لكن في الشارع وفي ارض الواقع احيانا انا مع ان انا سني صغير وعلمي اقل منهم بكتير، لكن ممكن ابقى شايف حاجه مش هما مش شايفينها، وبالتالي انزل عادي. وعلى فكره انا امبارح كنت مع الشيخ ياسر ابراهيمي، هو عارف ان انا نازل النهارده وما حصلش يعني اي مشادات او اعتراضات على نفسك. عبد الله عبد الجواد. عبد الله انت ايه حركه ايه؟ حركه الوحده. حركه الوحده حركه اسلاميه شبابيه مستقله لا تنتمي لتيار معين، فيها جميع الطوائف الاسلاميه موجوده معانا ان شاء الله. نازلين النهارده ليه؟ نازلين النهارده لان احنا شايفين تباطؤ متعمد من قبل المجلس العسكري، ومش شايفين ان هو في اي خطوه للامام ان هو يعمل مثلا حاجه او انتقال سلمي للسلطه. الحركه دي حركه سلفيه؟ الحركه دي حركه شامله فيها جميع التيارات الاسلاميه وليست حركه سلفيه باللازم. وليه الحركات السلفيه التي لم تنزل اليوم؟ والله الحركات السلفيه المفروض ان هي ما نزلتش من اول، يعني اول الثوره كان برضه نفس البيان بتاعها دلوقتي، وكان الشباب بتاعتها السلفيه كلها نزلت نفس الحال اللي هو اليومين دول، ان هو نفس الحوار. هم اعلنوا بيان والناس موجوده هنا، فالمفروض ان هو احنا اكتر حد كاسلاميين عموما اكتر حد اخذنا يعني اتضحك علينا ايام ثوره 52 و54، فالمفروض ان احنا ننزل وما نبقاش عندنا ثقه قوي في المجلس العسكري، لان المجلس العسكري ملوش امان.